ازيكم عاملين ايه؟ انا امان وقناتي اسمها يوميات ايمي. اللي بيشوفني النهارده لاول مره ما ينسانيش بقى في الاشتراك وتفعيل زر الجرس ويعمل لنا لايك على الفيديو بتاع النهارده، واللي مش عارف يشترك في كلمه اسمها اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر بتدوس عليها وبكده بتعرف تشترك في القناه. موضوعنا النهارده عن حاجه مهمه جدا، هي طلبت مني الحقيقه كتير وانا كنت مأجلاها. موضوعنا عن الحسد والعين. الحسد والعين هنتكلم في موضوعين، ازاي تعرف ان انت محسود وازاي تعرف لو جاتلك علامات في المنام ان انت محسود. طيب مبدئيا كده العلامات اللي احنا هنقولها دلوقتي دي للناس اللي هي راحت وكشفت والدكتور قال لها ان انت ما عندكيش اي حاجة، عملت تحاليل وعملت اشاعات وعملت كل حاجة وطلع ان ما فيش اي مشكلة طبية عندها. في الوقت دوت لو ظهرت عندك العلامات ديت او ظهرت عندك انت كمان العلامات دي، اعرف ان انت محسود. ايه هي بقى العلامات ديت؟ اول حاجة اصلا يعني ايه حسد؟ الحسد ده يعني تمني زوال النعمة من ايه؟ من الغير. العلامات ايه هي؟ لو انت حاسس ان في حرارة في الجسم بتاعك او الجسم بتاعك وبتروحي تكشفي ويقولك مفيش حاجة، بتحس ان انت قايمة من النوم مهمدة، حاسه ان في مشاكل في القولون، جنبك بيوجعك، في الام في المفاصل، في وجع في الظهر من تحت، في حاسه ان انت عندك صداع نصفي طول الوقت، في مشاكل والصداع، عندك وسوسه او انت عندك وسوسه، في تعطيل او لخبطه في الدنيا بتاعتك وفي مشاكل كتير عماله تظهر لك، في توتر وقلق باستمرار، حاسس ان انت بتخرج من طاعة الله. بمعنى ايه؟ ان انت كنت مثلا بتصلي ومواظب على الصلاة بتاعتك او بتقول الاذكار الصباح والمساء، تملي بتستغفر الله بتقول الاذكار، ولقيت نفسك ان انت مش قادر تقول الحاجات دي ومش قادر انت تصلي، وحاسس ان انت مهمد، حاسس ان انت زهقان ومخنوق، حاسس ان انت متضايق طول الوقت. طبعا لو ظهرت العلامات دي عندك او عندك، اعرفي ان انت محسودة. طالما خلاص انت كشفتي ومفيش اي مشكلة طبية بتقول ان انت عندك حاجة من الحاجات دي. بالمناسبة بص انا حاطه لكم كف في الايد دوت، دي حاجة قلت كده عشان خاطر الحسد، حاجة ايه ترمز بس للعنوان الفيديو بتاع النهاردة. طيب نخش على ايه بقى؟ لو انت حلمت او انت حلمتي الحلم دوت وظهر عندك او عندك اي علامة من العلامات دي، اعرف برضو وش كده ان انت محسود او انت محسودة. ايه هي بقى العلامات دي؟ لو انت حلمت او انت حلمتي ان حد بيتخانق معاكي وراح موقعك على الارض او بيحاول ان هو يطردك، اعرفي ان انت محسودة. او انت حلمتي ان حد بيحرقك، اعرفي ان دوت اشد انواع العين. طيب لو انت شفتي عين البوتاجاز يبقى برضو دي ايه؟ دي عين حسد. لو انت شفتي مسمار في المنام او انت شفت مسمار في المنام، اعرف ان ده حسد. لو انت حد رش عليك مية او بيحاول ان هو يغرقك، اعرف ان دوت عين. لو في حد بيحاول ان هو يقلعك الملابس بتاعتك او بيشد هدومك من عليكي، اعرف ان ده حسد وعين شديدة. طب ايه كمان؟ لو انت او انت شفت عين حيوان او عين انسان في المنام، اعرف ان دي عين شديدة جاية فيك. لو انت او انت شفت، انا هتكلم بقى عموما انت او انت لان دوت بينطبق على الولد والبنت، الراجل والست، يعني العزباء، المتزوجة، المطلقة، بينطبق على كل الناس، تمام كده؟ لو انت برضو شفت ان في بلاعة، في بير، في حفرة، في إبرة، كل الحاجات، في ثقب، كل الحاجات دي بتدل على العين وعلى الحسد. طيب إيه كمان؟ لو شفت أي حاجة مدورة، أي حاجة مدورة، شفت كمان دورة المياه، لو شفتها فيها المية بتاعتها متسخة، أعرف إن دي عين. لو أنت شفت حرامية في المنام اللي هما اللصوص، أعرف إن دي عين. طب ايه كمان؟ لو انت شفت اي عضو من اعضاء الجسم زي مثلا السرة، فده حسد. لو انتوا عارفين ناس في الحقيقة في الطبيعي ان هم دولت بيحسدوا وشفتوهم في المنام، اعرفوا ان دوت حسد. طيب لو شفتوا ايه كمان؟ لو شفتوا جن او شياطين، دول
برضو بيدل على الحسد. طب ايه كمان؟ لو شفت القبر او الموت او حد ميت فعلا في المنام، اعرفوا ان ده على طول حسد. طيب كمان في بعض الاسماء الاشخاص، حاجات دي اسماء الاشخاص دي بتدل على العين، لو انت او انت شفتها في المنام اعرف ان انت مصاب او انت مصابة بالعين والحسد. زي ايه؟ زي سهام، زي حمزة، رقية، متعب او متعبة، اثار. الاسماء دي تدل على الحسد. انا النهاردة خلاص خلصت الفيديو بتاعي، لو انتوا عايزين حاجة وصفة علشان خاطر تبعد عنكم العين والحسد اكتبولي في الكومنتات، وانا ان شاء الله هنزل لكم بالوصفة ازاي ان انت تحمي نفسك وتحمي بيتك وتحمي اولادك وتحمي الناس المقربين حواليك اللي انت بتحبيهم، تحميهم من العين والحسد. اكتبيلي في الكومنتات تحت. لو عجبك الفيديو اعمليلي لايك على الفيديو، واشتركي في القناة لو انت لسه ما اشتركتيش، واعملي لنا شير على الفيديو دوت، وربنا يحمينا ويحميك ويكفينا ويكفيكم شر العين.